يعني أنا إذا باخذ من أوامر جلالة الملك القائد الأعلى، وهذه اعتبروها أوامر قاطعة، لا يستخدم العنف إلا بعد استهلاك كل وسيلة أخرى. سلمان خليفة ولي عهد البحرين، أو كما يحلو البحرانيين تسميته سلمان بحر. اسم استحقه عن جدارة بعد أن ابتلع سواحل البحرين وحولها إلى منتجعات سياحية درت عليه ملايين الدولارات. لم يكتفي سلمان بدفان البحار، ولكن استحوذ على اقتصاد البحرين عبر ما يعرف بصندوق الثروة الإخوان، السيادية. الصندوق التنموي الخليجي لا ننساه، عندنا 7.5 مليار دولار نصرفها على صندوق يبدد سلمان ثرواته على ملذاته وهواياته، ومنها استثماره في شركة ماكلارين البريطانية لصناعة السيارات التي تنظم سباقات فورمولا 1. وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في هذا الافتتاح. شركة متعثرة أنفق عليها سلمان أكثر من 300 مليون جنيه استرليني لينقذها من الإفلاس. وبعد كل هذا الفشل تسلم إدارة ملف أزمة كورونا، ملف كشف مدى هزالة الحكم الخليفي وانفصامه عن الشعب. ترك آلاف العالقين البحرانيين في الخارج ولم يكلف نفسه عناء إعادتهم إلى وطنهم. تفشى الوباء بين السكان ودون أن ينجح في السيطرة عليه، وكانت آخر إنجازاته ملف التعليم عن بعد، نظام تحول إلى مهزلة. طلبة لا يمكن السيطرة على تصرفاتهم نظرا لتخلف نظام التعليم هذا تقنيا. أعرب لي الجملة التالية. هاي يا ولدي، وش اخبارك ويا النت الحين؟ اوي النت ضعيف، كل حين اطلع محصن. لا لا، المفروض الشركات يوفرون لنا انترنت مجان هالفترة هذه. والاخير معكم، يعني المفروض تاخذون انترنت عادل. عائلات تعيش في مساكن ضيقة لا تتيح لابنائها التعليم عن بعد، وليس لديها الامكانيات لشراء الاجهزة اللازمة. وفوق كل ذلك يجبر التلاميذ على الدراسة عن بعد 8 ساعات في اليوم في غرفة منعزلة، فهل هناك طفل بمقدوره ذلك؟ قلتك بند المايك. غرق سلمان الخليفة في بحور فساده وفشله، ولولاهما لما سماه أبوه حمد وليا للعهد. أين المسؤولين الكبار من المعاكسين أو مخالفين للرأي اللي سيخرجون وسيأمرون بصورة قاطعة بإيقاف هذا العنف اللي نراه ليليا على شوارع البحرين؟